بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة اللي احنا حضرناها النهاردة والمتعلقة بالعنف وتأثيره على الشخصية المصرية وجدنا انها يعني مهمة جدا. الفريقين كل واحد استطاع ان هو يسري النقاش بعرض الحجج سواء مؤيدة او معارضة. طبعا الدور اللي بتقدمه هذه المناظرات اللي بتقدمها السيد الصاوي والمجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة ليندا كلها يعني فعلا بتؤدي إلى تغيير في مفاهيم الشباب المصري والعربي اللي بيحتاج فعلا إلى هذه المناظرات عشان يستطيع أن يتبين له أن عملية التعبير عن وجهة النظر ليست في حاجة إلى العنف ولكن في حاجة إلى المنطق إلى الحجة إلى البرهان وبالتالي بتبين للشباب كيفية التفاعل كيفية الاختلاف كيفية تعبير عن وجهات النظر. أنا شايف أن المناظرات دي هتلعب دور كبير في بناء الشباب المصري والعربي هتغير كثير في المفاهيم وأتمنى أنها يعني تستمر في زيادة تستمر تكون بصورة كبيرة في المدارس في الجامعات بحيث أنها هتؤدي إن شاء الله إلى تقدم وإلى تغيير في مفاهيم الشباب المصري والعربي. شكرا جزيلا.